ما لا تعرفه عن أليف شفاق. نشأتها: أليف شفاق ولدت في مدينة ستارسبورغ. نشأتها: أليف شفاق ولدت في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا في 25 من أكتوبر عام 1971 لوالدها الفيلسوف نوري بلغين ووالدتها شفق أطيمان. استخدمت اسمها الأول واسم والدتها كاسم أدبي تنشر به أعمالها. انفصل والداها عندما كان عمرها عاما واحدا، فربتها أمها ونشأت في عائلة لا تحكمها قوانين تقليدية، وكان لذلك أثر كبير على تعليمها. أليف شفاق حاصلة على بكالوريوس في العلاقات العامة من جامعة الشرق الأوسط التقنية، وماجستير في دراسات خاصة بحقوق المرأة من الجامعة ذاتها، ودرجة الدكتوراه في العلوم والفلسفة السياسية. درست في جامعات عديدة في تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وهي الآن تشغل منصب أستاذة في الأدب الأوروبي المقارن في جامعة اهتماماتها. روعية وكاتبة تركية وناشطة في مجال حقوق المرأة، تكتب باللغتين التركية والإنجليزية. نشرت ما يقرب من 15 كتابا، منها بينها روايات جاءت أكثر مبيعا مثل لقية إسطنبول وقواعد العشق الأربعون وبنات حواء الثلاث. حصلت أول رواية الصوفي على جائزة لأفضل عمل صوفي في تركيا عام 1998. عملها الأدبية: النظرة العميقة، قصر البرغوث، المد والجزر، لقية إسطنبول، مرايا المدينة، وقواعد العشق الأربعون، حليب أسود، وقصر الحلوى، والصوفي، شرف، الفتى المتيم والمعلم، بنات حواء. تبدا عن بعض مؤلفاتها: 1. قواعد العشق الأربعون، اقتباسات من رواية قواعد العشق الأربعون. لا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب سلبا، بل يعني أن تكون بعيد النظر بحيث تثق النتيجة النهائية التي ستنتج عن أي عملية. ماذا يعني الصبر؟ أنه يعني أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة، أن تنظر إلى الليل وترى الفجر. أما نفاذ الصبر فيعني أن تكون قصير النظر ولا تتمكن من رؤية النتيجة. إن عشاق الله لا ينفذ صبرهم مطلقا، لأنهم يعرفون أنه لكي يصبح الهلال بدرا فهو يحتاج إلى وقت. كن رحيما ولا تكن نماما، حتى لو كانت كلماتك بريئة، لأن الكلمات التي تنبعث من أفواهنا لا تتلاشى بل تظل في الفضاء اللانهائي إلى ما لا نهاية، وستعود إلينا في الوقت المناسب. إن معاناة إنسان واحد تؤذينا جميعا، وبهجة إنسان واحد تجعلنا جميعا نبتسم. هكذا تقول إحدى قواعد العشق. نبذة عن رواية قواعد العشق الأربعون: تدور أحداث الرواية في خطين زمنيين متوازيين، الأول منهما يمثل الحياة التي تمر بها إيلا، الزوجة التي تعاني من الرتابة في حياتها مع زوجها وأولادها، بينما يمثل الخط الثاني الأحداث التي تلت لقاء جلال الدين الرومي بصديقه الروحاني الدرويش الرحال شمس التبريزي، وذلك في القرن الثالث. الرواية تغير حياة إيلا الزوجة اليهودية والتي تعاني من الكآبة لتصبح عاشقة مجنونة بصاحب كتاب الكفر الحدث زهارة، وهو الكتاب الذي يتحدث عن شمس التبريزي وجلال الدين الرومي وقواعد العشق الأربعين. وتكتشف إيلا مع زهارة المسيحي الذي اعتنق مذهب شمس الصوفي بأن التبريزي لم يمت منذ 800 سنة، إنما هو شخصية جدلية تتكرر في كل لقية إسطنبول. اقتباسات من رواية لقية إسطنبول: يا الله امنحني المعرفة لأنني لا أستطيع أن أقاوم الرغبة في المعرفة، وامنحني القوة أيضا لأتحمل هذه المعرفة،
عندما أقرأ كتابا لا أشعر أنني أنهيت أي شيء، لذلك فإني أبدأ بقراءة كتابا جديدا. المعاصرون يطلبون منا أن نتقدم إلى الأمام، لكننا لا نؤمن بأفكارهم عن التقدم، والتقليديون يطلبون منا أن نعود إلى الوراء، لكننا لا نريد أن نعود إلى نظامهم المثالي أيضا. إننا محصورون بين الاثنين، نتقدم خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، تماما كانت تفعل فرق الجيش العثماني، حتى إننا لا نعرف على أي وتر أين المفر، حتى إننا لسنا أقلية، فلو كنا أقلية عرقية أو شعبا من الشعوب الأصلية لأصبحنا تحت ميثاق الأمم المتحدة، وعندها يمكن أن نحصل على الأقل على بعض الحقوق الأساسية. أما العدميون والمتشائمون والفوضويون فلا يعتبرون أقلية، بل أصبحنا نوعا منقردا، وأخذ عددنا يقل يوما بعد يوم. إلى متى يمكننا أن نبقى على قيد الحياة؟ نبذة عن رواية لقيطة إسطنبول. تروي قصة نساء عائلة قازانجي التي تعيش في منزل كبير. زليخة تلك الأخت الصغرى التي تملك صالون للوشم، وهي والدة أسيا اللقيطة، وبانو التي اكتشفت مؤخرا مواهبها كمنجمة، وسيزي الأرملة والمدرسة، وفريدة المهووسة بالكوارث. أما الأخ الوحيد فيعيش في الولايات المتحدة، وسوف تكتشف ابنته أرمانوش بالتعاون مع أسيا أسرارا كبيرة عن العائلة وعن تاريخ تركيا الحديث والعلاقة بين الأتراك والأرمن. أدت هذه الرواية إلى ملاحقة الكاتبة قضائيا في تركيا بسبب الفقرة 301 من القانون التركي، إلا أن التهم أسقطت عنها فيما بعد. رقم 3، بنات حواء الثلاث. اقتباسات من رواية بنات حواء الثلاث. ليس سمة إحساس بالخفة كذلك التي يساور المرء بعد قهر مخاوف طال أمدها. إن الإنسان يتعلم دوما من الآخرين. بعض الناس يعلمون الآخرين الجمال، والبعض الآخر يعلمهم القسوة. سمة شيء يرتبط بالخلاف الأسري يشبه الإحساس بقرب حدوث انهيار جليدي. كلمة واحدة وإذا في الكرة الثلجية تتحول إلى شيء هائل في حجمه يحطم كل فرد. نبذة عن رواية بنات حواء الثلاث. الرواية تقع أحداثها في ليلة واحدة، تبدأ ببيري المرأة التركية التي تتعرض لحادث سرقة وهي في طريقها لحضور حفل عشاء في إسطنبول مع ابنتها المراهقة. وبعد أن تتشاجر بيري مع اللص الذي سرق حقيبتها، تقع من الحقيبة صورة تجمع ثلاث فتيات أستاذهن في جامعة أوكسفورد، وبمجرد ذهابها للحفل ورؤية ابنتها المراهقة للصورة تسألها عن قصتها. هنا ترجع بيري بالزمن 16 سنة ماضية إلى عام 2000 لتسرد لها حكاية ثلاث أصدقاء من بيئات مختلفة: منى المصرية المتدينة والمحجبة، وشيرين الإيرانية الملحدة، وبيري التركية المتذبذبة بين عالمين. أستاذ الفلسفة الذي يدرس مقررا خاصا بالإلهيات. مع العودة المتواصلة إلى الحفلة وضيوفها ورصد دقيق لما طرأ على نفسية وأفكار البطلة بين مرحلة الجامعة ثم النضج والأمومة،